رجعنا لحضراتكم من جديد، وطبعا كلنا عارفين ان اولادنا دلوقتي في الثانوية العامة بيمتحنوا، فترة الامتحانات دايما بيكونوا مضغوطين، مش قادرين يركزوا، قلقانين بسبب التوتر، مذاكرة كتير، نسبة التركيز بالتأكيد بتقل، محتاجين حل على الأقل يعني يساعدهم على التركيز، والحل ده موجود معانا هنا النهاردة وهو كولوسيس. ضيفي النهارده هو الاستاذ دكتور مصطفى حامد، استشاري الامراض الباطنيه والصدريه والمستشار الطبي لشركه AMD. برحب بحضرتك معانا دكتور. اهلا بيك. يعني دكتور، طبعا في حاجات كتير حوالينا دلوقتي، في فيروسات بتاعه الصيف، ميكروبات الصيف، بالاضافه ان احنا النهارده هنتكلم عن التركيز، ولادنا في امتحانات، يعني عندنا مليون مشكله حوالينا. مظبوط مظبوط. خلينا نبدا بالولاد الاول، لان هم اهم حاجه حاليا وبيركزوا في امتحاناتهم. طيب كلمني عن كولوسيس، ازاي نقدر نساعدهم بكولوسيس؟ طيب احنا مبدئيا حضرتك بتتكلمي على فئه عمريه اللي هي يعتبر عليها فئه الشباب، او بمعنى صح اللي هي مرحله ما قبل البلوغ او ما بعد البلوغ. المرحله دي بالذات بيعاني منها من خلل هرموني اولاد او بنات. أي. طيب خلل هرموني ده او الثانويه العامه الضغوط الشديده اللي هي بتبقى ممكن الى حد ما اقصى درجات الضغوط عندنا اللي هو امتحان الثانويه العامه. طيب انا عندي في تركيز، عايز اركز على اعلى مستوى، عايز احصل بدرجه كبيره، فتره الامتحانات ما بين الامتحان وامتحان قليله، انا محتاج اركز اكتر. دي نقطه. النقطه الثانيه، حاله من حالات الوخم نتيجه تغيير الجو، نتيجه الفيروسات اللي حضرتك ذكرتيها، المناعه بتاعتي، الكلام ده كله لازم انا عشان ابدا ادور ايه كولوسيس مفيد ليهم ولا لا، لازم اعرف خلايا المخ هل محتاجه ايه عشان اقدر ازود نسبه التركيز عندها. صح. اقدر ازود نسبه الوعي عندها اكتر، التحصيل الدراسي. جينا لاحظنا ان خلايا المخ بتتكون من 50-70% من اوميجا 3. طيب الاوميجا 3 ده بند، البند الثاني لقينا ان كلنا عارفين قبل حتى موضوع الكورونا والكلام ده ظهرت البروباجندا الكبيره بتاعت فيتامين دي والنشاط والحيويه، وانا جسمي والاكتئاب والاكتئاب حاجات كتير جدا حضرتك ذكرتيها. مظبوط. ده فيتامين دي. عندنا برضو حاجات زي فيتامين الف. انا بحط عيني في الكتاب، ببدا اركز، عايز اركز اوقات طويله جدا. يبقى اذا قوه الابصار عندي، ضعف الابصار، الكلام ده كله، فيتامين الف هل ليه دور؟ الثلاث حاجات دول لو لاحظنا هي بالظبط مكونات الكولوسيز. الكولوسيز هو عباره عن كود ليفر اويل، زيت كبد حوت، بيتكون من اوميجا 3، فيتامين د، فيتامين الف. هنا نقطه ونبتدي من اول السطر. طيب انا عندي فيه مشكله، يمكن الناس بتقول لك طب انا باخد اوميجا 3 وبجيب اوميجا 3 من الصيدليه وبقالي فتره بمشي عليها. انت ممتاز، انت شكرا جدا ليك. طيب عملت ايه في فيتامين د وفيتامين الف؟ طب خلاص انا هروح اجيب فيتامين د، هروح اجيب فيتامين الف. طب انت كده بدات تاخد ثلاث حاجات. عايز اخد كل واحده ثلاث مرات او مرتين، دخلت في 8-9 مرات. طب انت هل هتقدر تواظب على كده؟ وحتى لو قدرت اخدته هتفضل مستمر لحد امتى؟ دي نقطه. طب اشمعنى الثلاثه مع بعض انا مجمعهم مهمين جدا ليا؟ ليه تجمعتهم؟ ليه تجمعتهم؟ لما نيجي نقول ان من 50-70% بيتكون من اوميجا 3 اللي هي احماض دهنيه غير مشبعه. الاحماض الدهنيه غير مشبعه في عندنا نوعين، EBA ودي اتش اي وحاجات زي كده. عايزين نقول في احماض منهم مصدر بحري ما بيجوش، نقول باقي مصدر نباتي. المصدر النباتي ده الاحماض زي الاوميجا 3 قليله شويه فيه. صح. لكن المصدر البحري غني. طب اي مصدر بحري غني؟ اي نوع سمك غني فيه الاوميجا 3، ولكن هو نوع واحد بس اللي هو زيت كبد الحوت اللي بيتكون منه الكولوسيز اللي موجود فيه اوميجا 3 وفيتامين د وفيتامين الف. انا ممكن اكل اي مصدر بحري، سمك، رنجه، تونه، اي حاجه من الحاجات دي كلها فيها اوميجا 3 بس. محتاجه اكل بقى كل يوم علشان اخد الجرعه اللي مطلوبه او الكميه اللي هاخدها. وغير كده ولا كده، وهل هتقدر تظبط الكميه بتاعتك؟ طب انا على حسب سني انا محتاج كميه معينه او جرعه معينه. النقطة دي الكولوسيس خلاك صرفت نظر عنها خالص، عن طريق ان انا بحدد جرعتك عن طريق السن بتاعك. صح. فحضرتك التركيز، لا، رقم واحد الاوميجا 3، انا محتاج اغذي المخ بالاوميجا 3. فيتامين د، كتير مننا اول ما بنمسك كتاب او اول ما بنبدا على المجهود او حاسين داخلين على شغلنا، وبالذات بعد ما قضينا اجازه مثلا، غيرنا جو في البحر الاحمر، بحر المتوسط، اسكندريه، رجعنا لشغلنا،
كلنا بنرجع بنوع من الوخم، هو ايه اللي خلق الاجازه؟ احنا عايزين اجازه من الاجازه، احنا عايزين اجازه بعد الاجازه. طب النقطه دي فيتامين د الموجود في الكروسيس بيقدر يامن فيها برضه، نقطه مهمه جدا. الفيروسات كلنا وقت الثانويه العامه عارفين وقت امتحاناتي من كذا لكذا، بدعي ربنا ان انا معياش ولادي ما يجيلهمش اي فيروس، ما يجيلهمش اي ميكروب، ما يحتاجوش ان هم كمان مع التركيز الكبير ده ان هم يكونوا بيعانوا من انفلونزا او اي مرض تاني، او حتى لو اتعرضت لحد وانا رايح لجنتي حد من صحابي اوريدي عدوى. دي نقطة أنا محتاج المناعة جدا. تخيلي إن فيتامين ألف ودال والأوميجا 3 الثلاثة مع بعض بيشتركوا في نقطة المناعة، وعايز أقول إن كل واحد بيكمل التاني. من أول فيتامين ألف ماسك منطقة الجهاز التنفسي العلوي وهنقولها بعد كده، فيتامين دال منطقة الجهاز التنفسي السفلي اللي دوختنا كتير في موضوع الكورونا، والأوميجا 3 اللي بتكون خلايا كرات الدم البيضاء عندنا اللي هي زي ما بنقول عليها الجيش بتاع المناعه بتاعي. طيب احنا دلوقتي بنتكلم على كلوسيز، يعني لو اخد كلوسيز من سن كام؟ علشان برضو الاهالي اللي بتسمعنا لو عندهم اطفال من سن كام يقدروا يبداوا يستعملوا كلوسيز؟ تمام، السؤال ده مهم جدا جدا، لان احنا بنقول يا جماعه ما ينفعش نروح الصيدليه ونطلب الحاجه من نفسنا. دي نقطة مهمة جدا، بس النقطة دي تنطبق على كل الفيتامينز. لكن الكولوسيز هو مكمل غذائي، والمكمل الغذائي ما بيخضعش تحت نقطة ان انا لازم بريسكريبشن طبيب. مش دواء. ممتاز. مش دواء. والدليل على كده ان انا لو جيت بصيت لدول العالم المتقدمة اوروبا او امريكا هنلاحظ ان الحاجات اللي الكولوسيز ومشتقاته بس باسماء اخرى هو بيتباع في الهايبر ماركت. صح. فبالتالي اقدر اخده من ضمن الشوبينج بتاع التسوق اللي بعمله، لا انا بجيب ده. طيب من سن كام؟ من اول سن سنة. سن سنة. يا سلام. سنة. طبعا. أوكي. سنة. ليه بنقول؟ لان انا بتكلم على الاوميجا 3 وفيتامين د وفيتامين الف. تخيلي اني انا اول العين ما بتولد اول حاجه بديها له فيتامين دي، وبديله بقول له تاخد 5 نقط يوميا من اول الولاده. ايوه. طب احنا معانا اوميجا 3 ومعانا فيتامين الف، يبقى هنبدا من سنه. سنه بقول كبسوله واحده في اليوم من سن سنه لسبع سنين. طب الكبسوله هيقدر يبلعها ازاي؟ او يقدر طفل في الاول وفي الاخر؟ لا، انا اقدر الكبسوله اعملها سكويز، اعصرها بالظبط وعلى اي حاجه بيحبها الطفل سواء كانت مشروبات او ماكولات. مفيش مشكله خالص لانها لا تتعارض. احنا بنتكلم على مكمل غذائي ناتشرال، حاجه طبيعي. فدي نقطه مهمه جدا. طب من 7 سنين لحد سن 30 او 40 سنه بقول له لا تاخد كبسولتين في اليوم. اتنين مع بعض ولا صبح وبالليل؟ يا رب ياخدهم مع بعض، لان انا بتكلم على جرعه يوميه جسمي بياخدها. اوكي. وانس عدت ال 24 ساعه هو محتاج الجرعه الثانيه. طيب فوق سن 30 او 40 سنه هاخد ايه؟ هاخد 3 كبسولات في اليوم. 3 كبسولات. ما يا دكتور النقطه هنا بتنقسم لحاجتين. فوق 40 سنه ممكن ربنا يعافيك كل يكون مصاحب بمرض مزمن زي ضغط، سكر، كبد، حسيت صدر، الحاجات دي كلها امان جدا جدا ليها الكولوسيز، بل بيدعم موقفك، وبالذات لو كنت مريض ضغط او سكر او قلب بيدعمك جدا، وهنقول بعد كده بيدعمك ازاي. وانا محتاج منك انك تاخد 3 كبسولات مش كبسولتين. طيب فوق 40 سنه ليه برضو 3 كبسولات؟ الطبيعي حاجه زي فيتامين د بيمتص عن طريق الجلد. وده طبعا عشان كده كلنا بنروح ناخد تان في الساحل او خلافه، وبرضه باخد بستفاد عن طريق فيتامين دي. ولكن النقطه هنا ان انا فوق سن 40 سنه الجلد بيفقد 25% من امتصاصه للفيتامين دي. فبالتالي انا محتاج اخده من انذر سورس، مصدر خارجي تاني. صحيح. فاذا هاخده عن طريق الكولوسيز، عشان كده انا بزود لك الجرعه. اخدها كبسولتين مع بعض، كبسوله بالليل وكبسولتين مع بعض، ما فيش مشكله، كبسوله 3 مرات في اليوم كما يتراءى ليك، قبل الاكل او بعد الاكل. لان في ناس بتسالني تقول لي طب انا معدتي تعبانه. هو طبعا الكولوسيز ليس له علاقه خالص بالمعده. الكولوسيز انا بحب اخده الصبح بالذات عشان مصدر للطاقه والحيويه والنشاط. الكلام ده الجماعه بتوع الثانويه العامه اللي ذكرناهم في الاول كمان. أيوة. يا جماعه لما بلاقي ان مصدر طاقه وحيوان نشاط بيديني 4 اضعاف الطاقه بتاعتي، طب ازاي الكلام ده؟ انا باكل واشرب عشان احول الكربوهيدرات الجلوكوز احوله في الاخر لصوره جلوكوز. بالظبط. الجلوكوز ده بيديني في الاخر ل 36 اي تي بي، والاي تي بي ده جزيء طاقه. طيب انا لما بقول ان الاوميجا 3 بس لوحدها فيها 146 اي تي بي، يبقى انا بقول 4 اضعاف الطاقه قدرت اخده من غير ما اخد اضرار الاكل بتاعتي وانا في سن كبير، بالذات سكر، الكوليسترول، الدهون الزياده اللي هو برضه بيساهم الاوميجا 3. وهنقول في حلقه ثانيه مع حضرتك ان الاوميجا 3 ليه دور كبير جدا من التخلص من الدهون الضاره في جسمنا.
طيب الاول عايز اعرف احصل عليه ازاي، وهنرجع تاني نتكلم عن الفوائد بتاعته. كلوسيز اقدر الاقيه في اي صيدليه؟ ايه طرق الحصول عليه؟ طيب مبدئيا انا كطبيب أأمن حاجة ليا الصيدلية، لأن حتى لما أجي بكتب برسكريبشن لأدوية مش للكولوسيس بس، لأدوية بكتبها من الصيدلية. طبعا. فإذا أأمن سورس عندي الصيدلية. طب أمان في إيه بالظبط؟ لما أقول إن الكولوسيس بيتباع في كل الصيدليات مش أونلاين أو الكلام ده كله، الصيدليات، يبقى إذا أنا بتكلم على إني أنا رقابة دوائية، تفتيش وزارة صحة، تخزين ممتاز. أوكي. الصيدلية بيبقى فيها الأدوية بتاعتنا كلها، سواء كانت أدوية مضادات حيوية أو أدوية ضغط أو أدوية سكر، كلها بتتأثر بدرجة الحرارة. النقطة دي مهمة جدا جدا مع الكولوسيز، إن هو بيتباع في الصيدليات، متوفر في جميع أنواع الصيدليات طبعا. طب ده شيء رائع. الكولوسيز بقى نرجع تاني للفوائد بتاعته، أي حد يقدر ياخده؟ يعني حضرتك ذكرت أكتر من مرة الأمراض المزمنة. مظبوط. الأمراض المزمنة عندنا الضغط والسكر والقلب. في بعض الناس تقول لك أنا ممكن أخد فيتامينز يتعارض مع الضغط والسكر والقلب عندي، مع الأدوية كمان اللي كبار السن بياخدوها. مظبوط مظبوط. طيب إحنا النقطة دي لازم نقف عندها كويس قوي. فعلا في فيتامينز كتير بتتعارض، وفي فيتامينز ممكن تزود الضغط عندي، وفي فيتامينز ممكن تعلي السكر، حاجات كتير. لكن لما أتكلم عن الكولوسيز فأنا بتكلم عن أوميجا 3 وفيتامين د وفيتامين أ. الأوميجا 3 اوريدي اي مريض بيقدر ياكل سمك، بيقدر صحيح. ياكل حاجات بحريه، مصادر بحريه. اي مريض ضغط او سكر بيقدر ممكن ياخد حاجات فيها فيتامين د، زي بياكل بيض او بياخد او بروتينز معينه فيها فيتامين د، او بيتعرض لاشعه الشمس. فيتامين الف، الجزر او ماكولات كتيره جدا عندنا بالذات الفاكهه بتبقى فيها فيتامين الف. الحاجات دي كلها اذا لا تتعارض مع مريض ضغط والسكر، اذا الكولوسيز لا يتعارض مع مريض ضغط السكر. طب هيفيدني في ايه؟ لما نجي الاقي مرض زي مرض السكر. مرض السكر انا محتاج ان الانسولين ما عندوش افراز للانسولين عن طريق خلايا بيتا في البنكرياس بدرجه كفايه، فبالتالي نسبه السكر أو بتكسر، فبالتالي نسبه السكر بتعلى عنده. صح. لما الاقي ان فيتامين الف، اخر ابحاث تمت قالت ان فيتامين الف مسؤول مسؤوليه كامله عن 30% من انفراز الانسولين من خلايا بيتا في البنكرياس. يا سلام. اذا انا بدور على ان يدخل العلاج كمان للسكر. تخيلي النقطه دي مهمه جدا. ده بس فيتامين زي فيتامين الف. طب فيتامين د، فيتامين د احنا اتفقنا مناعه، كالسيوم اللي باخده عشان هشاشه العظام والمفاصل عندنا والخشونه. صح. كتير بنشتكي من النقطه دي. طيب تخيلي ان فيتامين د هو المسؤول عن ترسيب الكالسيوم والفوسفورس على عظمنا. بدونه انا الكالسيوم اللي هاخده اوريدي هتخلص منه بالزبط. من غير اي ماخده خالص. يبقى اذا دي نقطه مهمه جدا، يعني بيوجهه للعظم بتاعي. ممتاز. بيوجهه فعلا للعظم بتاعي. طيب حاجه زي الاوميجا 3، الاوميجا 3 يا جماعه مهمه جدا جدا لمرضى القلب، ودي عايزه حلقه لوحدها، التخلص من الدهون بتاعتنا. نسب التجلط اللي بتبقى زايده جدا وبتعمل عندنا السكتات الدماغيه والنوبات القلبيه، الحاجات دي كلها اوميجا 3 بتحافظ عليك وبتقلل تعرضك لحاجة زي كده. طبعا برضو عايزين نسأل، يعني أكيد بيحصل انتشار لبعض الفيروسات. أكيد. وحتى كمان يعني الكبار، مش هتكلم بس على الشباب ولا الصغيرين، هل ممكن كلوسيز أخده يحميني من بعض الفيروسات المنتشرة؟ خلينا نتكلم بصراحة يا جماعة، كورونا لسه موجودة، هي ما راحتش، وفي الفيروسات الخاصة كمان بفصل الصيف. هل في أهمية ان انا بقى في الفصل ده اللي بتكثر فيه الفيروسات والبكتيريا والحاجات دي، ان انا احافظ على جرعة يومية من كلوسيز، وهل فعلا ممكن تحميني؟ طيب السؤال ده يمكن مع حضرتك في فترة الكورونا والفترات العصيبة بتاعتنا جاوب عليها الكلوسيز بطريقة واضحة جدا. ان احنا فعلا كل ما نحافظ على الفيتامينز بتاعتنا او المكملات الغذائية اللي تشمل اوميجا 3 وفيتامين د وفيتامين الف، هو كان تعرضه حتى للفيروس عموما ما بقاش فيه مضاعفات حتى، او أيوة. قلت المضاعفات الحادة حتى لو جه الفيروس. حتى لو جه الفيروس. حضرتك ذكرتي الكورونا موجوده والاوميكرون موجود، الحمد لله المضاعفات الشديده مش موجوده عشان اتطعمنا. ممتاز. فعشان كده احنا مش عايزين حتى نتاثر تاثر جامد. فاذا الكولوسيس هيقدر يامنني في النقطه دي ان شاء الله باذن الله. يا رب ان شاء الله. بعد الف شر عن كل الناس، ودايما ايه بنقول الوقايه خير من العلاج، فلما تبقى مناعتنا قويه، محافظين على تجدد خلايانا، محافظين على السيوله بتاعه دمنا، محافظين على ان يبقى عندنا المناعه الهائله العاليه دي من خلال كولوسيس، اعتقد ان احنا هنسيطر على الوضع خلال الفتره اللي جايه.
دكتور مصطفى حامد، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، نورتنا. وبشكر حضراتكم على متابعتنا النهارده في ست الستات، اشوفكم الحلقه الجايه يا رب على كل خير. باي.